السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة حبيب لمعلومات. إن شاء الله في هذا الفيديو كيفاش نشروا عملة السويد أو سويد والت، محفظة تاع سويد كوين أو عملة سويد كوين. كيفاش نشروا؟ طريقة سهلة جدا، ندخل منصة بايبت بهذه الطريقة، ومن بعد ندخل إلى التداول. إذا عندك USDT تقدر تشتري عملة السويد. انا عندي 0.2، نحوس نشري عملة السويد. وش ندير؟ ندخل على الشراء وندير السوق، ومن بعد ندير هذه حد الاقصى، معناها كاع الدولارات اللي عندي نحوس نشريهم عملة السويد. شفتوا معايا؟ ندير انا البيع، هنا عندي 0 السويد. انا وش ندير؟ ندير الشراء، ومن بعد ندير هذه كاملة، ومن بعد ندير الشراء. قال لك لا يمكن ان يكون قيمتها حد الاقصى، معناها ما عنديش دراهم. مثال انا نحوس نشري قيمه 1000 السويد، نكتب 1000 السويد تجيني 6.16 USDT. انا نشري هذه العمله خاوتي. شو معملي حنايا؟ هنا عندي قال لك هنا تساوي 1 السويد تساوي 0.006 سنت 6، معناها مش لاحقة يا ربي ربع نتاع الدولار. انا نشريها نهار تطلع عملة هذه نبيعها. مثال انا شريت 1000 السويد جاتني 6.16. مثال نديرو هنايا مثال طلعت، مثال نديرو هنايا مثال طلعت نص دولار. انا ندير 1000، شحال تجيني؟ تجيني تقريبا 306 دولار. وزيتي معناها نجو نحولوها بدينار جزائري، معناها 306 في 23، معناها 23000، معناها تجيني تقريبا 7 ملايين. فهمتوا خاوتي؟ هذا هو التداول، بيع وشراء العملات الرقمية على منصة بايبت. أعجبكم هذا الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس يسكو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.